السلام عليكم، رجعنا معكم فيديو جديد. فالفيديو هذا يكون عبارة على يعني واحد الفيديو على الناس ديال اللي توجهوا في المنصة ديال التوجيهي، يعني المؤسسات ديال لو اس تي ولا فيس تي ولنسا ولنسام ولنسجي ولنسات ايضا. اذا هنا في هذه المنصة التوجيهي كما كنشوفوا انهم يعني زادوا واحد المرحلة السادسة، يعني زادوا واحد المرحلة السادسة كتسمى المرحلة الاستثنائية. إذا المرحلة الاستثنائية اللي عدو تقريبا واحد يعني واحد 4 أيام بحال هكاك، يعني التسجيل والتعبير عن الرغبات، يعني عدو تسجل من الأول عاوتاني. الناس اللي عتسجلوا كيفاش زعما يتسجلوا، يعني الناس اللي عتسجلوا شنو هما هاد الناس اللي عبدوا تسجلوا عاوتاني، هاهم هيا يعني كاتبين لكم كلشي هنايا. سيتم افتتاح المرحلة الاستثنائية للترشيح عفوا منصة التوجيهي في حدود المقاعد البيداغوجية المتوفرة بالنسبة للمترشحين. يعني هنايا عايف يفتحوا واحد المرحلة استثنائية للترشيح من جديد، ياك يعني من عاد دخل السيت في النهار اللي عيبداو تسجلوا، من عاد دخل السيت عتلقى هتبدا يعني هتلقى تسجيل من الاول، هتبدا تسجيل من الاول. اذا هاد الناس اللي هتسجلوا من الاول شكون هما؟ الذين لم يتوصلوا باي مقترح القبول خلال المراحل السابقه، يعني كانوا تسجلوا من قبل وبقاو متبعين داك الملف في المرحله الثانيه والثالثه ويعني والرابعه والخامسه وما عطاهم حتى شي اقتراح حتى شي مقترح. اذا هادوك خاصهم يعاودوا يتسجلوا من الاول ويصيبوا المقترحات ديالهم. اذا الناس الثانيين اللي عايز يصيبوا تاهم التسجيل، الذين لم يقوموا بعملية تسجيل دخول بالمنصة الإلكترونية أو التعبير عن رغبة الترشيح، يعني هادو هي الناس اللي ما شافوش هذا التوجيه في مرة، يعني ما صايبوش التسجيل من الأول، هادو تاهما يمكن لهم يصيبوا التسجيل عاوتاني في المرحلة السادسة الاستثنائية. إذا الناس الثالثين عاوتاني الذين لم يتوصلوا بمقترح القبول من طرف المنصة ويرغبون في عرض أفضل، يعني الناس اللي صايبوا الاقتراح أو الاختيار أو الإجابة الثالثة، يعني صايبوا أقبل ولكن بغيت واحد المقترح أفضل. إذا انت هادو خاصهم يعني إلا بغاو شي مدرسة أو شي كلية من هاد الشي يقدروا يعاودوا يتسجلوا من الأول عاوتاني. إذا عاوتاني هادو هما الذين لم يجيبوا على مقترح القبول أو يودعوا شهادة أو إذا شهادة البكالوريوس الأصلية بالمؤسسات قبل انتهاء الأجل المحددة. إذا هادو الناس اللي ما جاوبوش على مقترح القبول، يعني فات الوقت على الإجابة ديال مقترح القبول، أو لا الناس اللي ما حطوش شهادة الباك الأصلية في المؤسسات المقترحة، يعني هادو تا هما يمكن لهم في هاد المرحلة السادسة الاستثنائية يعاودوا يترشحوا من جديد. الذين رفضوا المقترح القبول خلال المرحلة السابقة ويريدون الترشح مرة أخرى. إذا الناس اللي صايبوا يعني رفضوا المقترحات وبغاو عاوتاني دابا بغاو يترشحوا من جديد، يعني كانوا باغيين شي مثلا شي مدرسة أخرى وهادي وهادي وما صدقاتش وبغاو يعني شي مدرسة أو شي كلية من هاد المؤسسات اللي كاينين. إذا ممكن لهم دابا هادو يمكن لهم يترشحوا من جديد. ملاحظة واحد، ندعو المترشحين 3 و 4 و 5 راغبين في العودة للمسلسل الترشيح وراغبين في تحسين رغبتهم للدخول لفضائهم الخاص والضغط على زر الأعمار موجود في رقم مقترحات القبول. ملاحظة يعني هاد الملاحظات خاصكم يعني تشدوا بعين الاعتبار ديالهم. ملاحظة هامة، في حالة ما قبلتم العودة أو قبلتم العودة لمسلسل الترشيح في هذه المرحلة الاستثنائية وتوصلتم بمقترح أفضل، مقترحكم السابق يعتبر لاغيا. إذا هذه يعني المقترح السابق كي يرجع لاغيا لأنكم توصلتوا لمقترح أفضل. إذا التواريخ اللي قلنا شنو هما في المرحلة الاستثنائية، التسجيل والتعبير، يعني التسجيل من الأول والتعبير عن رغبة الترشيح أو طلب اقتراح أفضل أو إعادة عملية الترشيح من 15 حتى 16، يعني من نهار الخميس والجمعة. تثبيت مقترحات القبول من 17 و 18 السبت والحد،
يعني كتشوفوا ان المرحله الاستثنائيه عندهم 41 كما قلت لكم، عندكم الخميس والجمعه هتصايبوا التسجيل والتعبير عن رغبه الترشيح او طلب اقتراح افضل او اعاده عمليه الترشيح في نهار الخميس والجمعه. اما السبت والحد هتصايبوا تثبيت مقترحات القبول. اما اثنين يعني 2 19 شهر خاصكم تصيبوا تحطوا شهادات البكالوريا في المؤسسات المعينة. إذن هذا كل ما كان في الفيديو، شرحنا لكم يعني هادشي اللي كاين. هاي كيقول لك هنايا انتقاء عبر 6 مراحل، يعني المرحلة السادسة زادوها هي. دونك كما قلنا المرحلة السادسة زادوها على حساب المقاعد اللي بقاو، المقاعد الشاغرة اللي بقات في المؤسسات المعينة. إذن هذا كل ما كان الفيديو، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.